وصول فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو والسيدة الأولى للبلاد مدينة بكين العاصمة الصينية يهدف إلى مشاركتهما في القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي. وقد استقبل الزوج الرئاسي لدى وصولهما مطار بكين الدولي استقبالا رسميا من قبل الصينيين بحضور السفير التشادي بالصين ووزيري الخارجية والاقتصاد والتخطيط التنموي وبعض عمال السفارة التشادية بالصين. وما أن صافح فخامة رئيس الجمهورية وسيدة الأولى للبلاد مستقبلهم توجه إلى مقر إقامتهما وسط العاصمة الصينية بكين، حيث تجمع عدد من أبناء الجالية التشادية بالصين التي تتكون أغلبها من الطلاب ورجال الأعمال ترهيبا بقدومهما. ويشارك في قمة المنتدى الصيني الأفريقي المزمع انعقادها يومي 3 و4 من سبتمبر الجاري، والتي رفعت شعار الصين وأفريقيا نحو مجتمع أقوى بمصير مشترك عبر الشراكة المربحة للجميع، عدد من الدول الأفريقية. ويترأس الوفد التشادي الرفيع فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو الذي جاء بدعوة من نظيره الصيني شينجين. كما يحضر القمة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة وأكثر من منظمة دولية وأفريقية للمشاركة كمراقب. وتستهدف القمة التي وصفت رسميا بكونها الحدث الأبرز والأكبر الذي تستضيفه بكين هذا العام على وضع خارطة طريق من شأنها تعزيز آفاق التعاون الصيني الأفريقي وتقوية دعائمه، بالإضافة إلى خطط التنمية في الدول الأفريقية على المستوى الوطني.